كيدز. مع جيب خو كيدز ذكريات للكبار ومتعة للصغار. استمتعت بقراءة كتب الجيل الذهبي وبغيت نشاركها مع الجيل الجديد. نتمنى تعجبكم الفكرة وفقرات جيل بروكيت. ما تنساوش تشجعونا بتعليقاتكم. نلتقي بعد فقرات جيل بروكيت وفرجة ممتعة. مجلة الفرح. جمعت أوراقا بيضاء متساوية، رتبتها ووضعت لها غلافا، رسمت عليه كتابا وشمسا وزهرة جميلة وطفلا يحمل محفظته، ورسمت على الصفحة الأولى بناية كبيرة فيها قاعات كثيرة متشابهة، وفوق البناية علم بلادي يرفرف. رسمت على الصفحة الثانية سبورة سوداء تقف أمامها معلمة، ورسمت على الصفحة الثالثة جرسا، وعلى الصفحة الرابعة أرجوحة، أما على الصفحة الخامسة فقد رسمت أطفالا يتصافحون ووجوههم باسمة. ولما بدأت أرسم في الصفحة السادسة جاء أبي ورأى ما أنجزته من رسوم، فابتسم إعجابا وقال: هذا عمل جيد، إنها مجلة رسوم حقيقية، لنبحث لها عن اسم. قلت: نسميها مجلة الفرح. قال أبي: لا شك أنه فرح بالعودة إلى المدرسة. هل تعلم أن لسان القط هو سلاحه الدائم؟ لأنه مملوء بغدد خاصة تفرز سائلا يعمل على تضميد جرحه. L'école, la maison, voilà un tapis, voilà une table, voilà un chat, voilà Mina, voilà le cartable de Farid, voilà un tapis, une table, un chat. Un cartable. Farid. Mina. Un ami. A. La. Ta. Cha. Ba. Pa. Ra. Ami. Mina a un chat. Oui, regarde, le voilà. Le chat de Mina est sous la table. Il mange. Montre ta table, Mina. Voilà ma table.
قالوا ناس زمان. كاين نية وكاين الدين، كاين الخاين وكاين الحبيب، كاين الساهل وكاين الصعيب، وكيف ما كان الحال ربي هو اللي قريب. Une petite fille et sa maman habitent une pauvre maison dans une petite ville. Elle ne mange que la soupe, elle ne mange jamais de viande, ni de fromage, ni de fruits. Quand la maman et sa fille ont faim, elles prennent leur marmite et la mettent sur le feu. Top 1. Fais la soupe. D'accord. Et la petite marmite commence à bouillir. Maman, j'ai faim. Un moment, ma fille. Top 1. Arrête. La marmite s'arrête. La maman et sa fille se mettent à table. Elles mangent la bonne soupe de Top 1. Elles sont très heureuses. الشيء الذي كلما طال قصره سأعيد اللغز. ما هو الشيء الذي كلما طال قصره؟ من توصل إلى الجواب الصحيح فليتركه في خانة التعليقات. انتظرونا في الحلقة القادمة لمعرفة جواب هذا اللغز. انظر باللغة العربية أخذ نظر بالتاريخ أسير التشاو